السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سنخصص هذه الحلقة لشرح موقع استثماري رهيب لم يعني لم لم أسبق أن شرحته من قبل مع العلم أن الموقع تقريبا يشتغل أكثر من سنتين تقريبا سنتين وليس اكثر من سنتين الا ان اغلب المستثمرين لا يعرفون الموقع لما اقول اغلب يعني الاشخاص الذين لا يستثمرون في المواقع وصاحبه يعني هو صاحب لمن يعرف شركه الام ام شوب فهو ايضا صاحب هذا الموقع الرهيب الفورت باي يعني خلافا للمواقع التي نعرفها جميعا كالأشيوت ترافيك مونسون الام بي اي والمواقع الاخرى فهذا الموقع يعني يمتاز بالثبات يمتاز بالمصداقيه ولم يعرف ابدا منذ انطلاقه هذا الموقع اي اي مشكل على الاطلاق وذلك يعني بتجاوزه المشاكل بطبيعه الحال بطريقه سلسه هذا الموقع اسباني في الاصل لم لا يدعم الباي بال للمعلومه لانه يعني لم لا يريد اي مشاكل مستقبلا لذلك يدعم البيزا يدعم البيرفكت موني ويدعم الباي فور يو اذا قبل يعني ساعطي خلاصه للموقع يعني طريقه التسجيل فانا ما اظن ان الطريقه روتينيه جدا ويعرفها الجميع فلا داعي لذكر طريقه التسجيل يعني ساشرح الموقع من الداخل مباشره هذا الموقع كما ترى يعني هذه عدد الاسهم التي يعني التي امتلكها لحد الان في الموقع يعني غير ذلك فكما تلاحظ يعني تاريخ بدايه الموقع فهو بدا في 11 نوفمبر 2014 وانا اشرح لك اليوم الحلقه بتاريخ 19 يناير 2016 فكما قلت تقريبا سنتين من الاشتغال في هذا الموقع يعني لم يسبق له طبعا انا عرف اي مشاكل وينصح 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 بالاستثمار فيه ففيه مميزات يعني خارقه الموقع هو باللغه الاسبانيه لكن يعني ساحاول ان اشرح القائمات المهمه في الموقع فقط ولا اتطرق معك الى يعني الحيتيات الصغيره لاكون معك واضحا من الان فمثلا في هذه القائمه وهي ريزومي يعطيك يعطي يعني يظهر الموقع كانه يعني كما كان نقول بالدرجه مرون ولكن يعني الموقع سهل في الاستخدام كما تلاحظ يعني هنا ال... عندما تجد هذه العلامة فاليدي فإنه يعني تكون قد ضغطت على أربعة إعلانات يومية وهذا شرط أساسي للحصول على الربح يعني كتعريف بسيط لموقع لمن لا يعرف مواقع الريف أو مواقع تقاسم الأرباح فمواقع الريفشار ومواقع أو تقاسم الأرباح هي مواقع يعني يجب الاستثمار فيها مبلغ من المال لتربح مبلغ من المال في مدة معينة يحدد لك الموقع وللمعلومة المهمة فإن هذا الموقع تربح على الأسهم 220% على السهم لكن في مدة طويلة تصل الى اربعة اشهر والسهم بواحد دولار وهذه هي الميزة الميزة الحسنة في الموقع فكما تلاحظ في التسجيلي انا في الموقع كان في الثالث عشر شهر سبعة من الفين وخمسة عشر تقريبا ست شهور او سبعة شهور من الان او ثمان شهور هذا رقم الـ رقم الاي دي الخاص بي وهذا الاسم المستعار المسجل به وتجد هنا ايضا رابط الاحاله الخاص بك هنا الكاش بالانس او الحاصل اليومي الذي يوجد الان في الكاش بالانس هذا الايميل اللي هو للشخص الذي احلني بطبيعه الحال وهذه وهؤلاء يعني عدد الرفيرايل الخاصين ب حاليا يعني هذا هذه هي الاهم عدد الاسهم النشيطه لحد الان في مستوى في مستوى اخر وهي 39 سهم كما تلاحظ يعني هذا هو ما يوجد بالنسبه للرسمي او يعني خلاصه للصفحه الرئيسيه واريد اكرر انه لابد من ضغط على اربعه اعلانات ل يعني لتقاسم ارباحك طبعا مع الشركه فهو ليس موقع بل هي شركه يعني مسجله في اسبانيا لها مقرها في اسبانيا وتعرف يعني ثوره كبيره جدا في هذا في هذا الميدان لو هو ميدان تقاسم الارباح يعني خلافا عن جميع المواقع يعني حينما نجد موقع تجد الاشهار او الاشهار للموقع يقول بان هذا الموقع ينافس الترافيك مونسون لكن في هذه المره ساقول بان الترافيك مونسون هو من ينافس الفور الفور لقوته وثباته لاكثر او تقريبا لمده سنتين يعني ما هذه هنا الم... هنا في هذه القائمه من هنا نضيف النقود الى الى محفظتنا ان صح او الى حسابنا فكما تلاحظ يعني هنا تضع المبلغ الذي تريد الاستثمار مثلا 50 او مئة او 200 او اي مبلغ تريد الاستثمار به ثم تختار من هنا بيزا او تو باي فور او بيرفكت يعني ميزات التي يدعمها ثلاث ابناك عفوا التي يدعمها الموقع هذه قائمة أولى مهمة نختار قائمة أخرى لتكون مهمة هذه القائمة الثانية والتي فيها الأسهم النشيطة وال يعني الأرباح التي وأين وصلت مثلا لا هنا هنا تشتري عفوا تشتري من هنا تشتري الأسهم بعدما أن تضيف الأموال إلى المحفظة من هنا تشتري الأسهم كما تلاحظ السهم بواحد دولار يعود عليك ب عشرين دولار ويعطيك خمسين بانر اعلاني لاشار بها بعض المواقع او ما اداره القبيل ثم هنا عدد الاسهم التي تريد ان تشتريها وبعد ذلك تضغط على هذه الايقونه الخضراء ثم باي تظهر تضغط تضغط لك وتتم شراء الاسهم هذه قائمه ثانيه مهمه ايضا قائمه أحاول أو يعني احاول يعني هذيك القوائم الاساسيه فقط هنا يعني اللي سحب الاموال اقل مبلغ يمكن سحبه هو عشرة دولار واقل مبلغ يمكن اضافته هو ايضا للشركه هي عشرة دولار وهنا تجد الكوميسيون ديال يعني ال... العمولة الريفيرال الخاصة بالاشخاص المحالين لديك هنا ترانسفري ارسال الاموال وهذه ميزة يعني بصراحة رهيبة في الموقع وهي انه يمكنك ان ترسل الاموال من حساب عضو الى حساب عضو اخر بدون عمولة واقل ممكن أقل مبلغ يمكن ارساله هو 10 دولار بطبيعة الحال اود معك إلى هنا يعني هذه خاصة بال خاصة بالبنارات والإعلانات إلا أن هذه القائمة مهمة بعض الشيء وهي فيها إعلانات يومية إذا أردت يعني أن تضغط عليها لتربح منها آه شيئا من المال فكما تلاحظ هذا الإعلان عليه سبعة صفر خمسة وإعلان آخر سبعة صفر خمسة وإعلان آخر 0.005 صفر صفر خمسة غالبا غالبا يعطيك في هذا الإعلان 0.01 واحد وهذا سبعة واحد هي ثلاث إعلانات يعني بكل كل أربعة وعشرين ساعة لكن ضروري ان تضغط على ثلاث الاعلانات الاخرى كل 24 ساعه لتقاسم الارباح ماذا هناك ايضا لدينا هنا هنا في الصورة هنا تجد الاسهم عفوا الاسهم النشيطه والاسهم التي انتهت صلاحيتها الى غير ذلك فكما تلاحظ مثلا هذه الاسهم النشيطه هذه الاسهم كلها نشيطه كما تلاحظ بالنسبه لدي هنا تجد اسهم 10 واحد هنا يعني اعاده الشراء واخر مره يعني اشتريته هي 19 يناير وهو تاريخ اليوم بطبيعه الحال ماذا لدينا كذلك يعني تقريبا هذه هي القوائم القوائم الخاصه يعني هذا اذكر أترك, اترك يعني تعرف هذه القوائم يعني لوحدك ف يعني القوائم الاربع او الخمس التي اعطيتك هنا تجد البروفايل مثلا يمكنك التعديل عليه الصورة او البلد الادريس الى غير ذلك البيزا ويعني معلوماتك الخاصة اعود بك الى خلاصة الموقع يعني بصراحة موقع رائع موقع ضخم موقع <applause> <applause> عفوا يعني استسمع عندما اقول الموقع فهي شركة مسجلة رسميا في اسبانيا صاحبها معروف في مجال الاستثمار ويعني اتمنى لهذه الشركة التوفيق ان شاء الله حتى لو انها وفقت يعني الشركة عندما تشتغل اكثر من سنتين فهذا يعتبر يعني انجازا عظيما لم يسبق لموقع اصلا للرفشار او مواقع الارباح ان يعني تجاوز سنتين تجاوز حتى السنه من العمل من العمل الا ان فور باي يعني تقريبا وصل الى السنتين من الاستثمار وها هو الان يتجاوز ان شاء الله السنتين في الاستثمار ولم ي... ولم يعرف ابدا اي مشكله على الاطلاق لا في السحب ولا في الايداع ولا من اي يعني لديه ليس لديه عف... آه... جروب فيسبوك انما لديه صفحه على الفيسبوك والتي هي هذه هذه هي صفحته على الفيسبوك كما تلاحظ فهو نشيط يعني تسعة ساعات يعني آه... كتب كتب منشور او نشر منشور انت تلاحظ يعني الصور المجموعه مع الاعضاء وفرحه عامه في هذه الشركه يعني شركه من الطراز العادي لا داعي يعني اشكر في هذه الشركه فهي يعني لمن يعرفها فهو يعرف قيمتها ومن لا يعرف القيمه فهو لا يعرفها اصلا وحبذا يعني من عرف قدر نفسه الى هنا يعني اقول لك يعني اذا كان اي ملاحظه استفسار يمكنك وضعه في تعليق ساكون فرحا مسرورا بالاجابه عليه آه غير ذلك يمكنك متابعتي على صفحتي على الفيسبوك الاحترافي على الانترنت وكذلك يمكنك متابعتي على البروفايل الخاص بادريس وغيري على الفيسبوك كذلك ولا تنسى اذا اعجبك الفيديو وضع لايك وضع تعليق وضع استفسار وأكون, واكون ان شاء الله سعيدا بالاجابه عليه كل استفساراتك كل كل تساؤلاتك اخي اختي مرحب بها غير هذا آه أه أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته